تعد الذاكرة من أهم العمليات العقلية العليا في حياتنا، حيث إن كل ما نفعله تقريبا يعتمد على الذاكرة. وتتضح أكثر هذه الأهمية عندما نواجه الوجه الآخر للذاكرة وهو النسيان. في هذا الفيديو نتعرف على مفهوم التذكر والمراحل التي يمر بها، وعلى أنواع الذاكرة: الذاكرة الحسية، الذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويلة المدى. كما نشير إلى بعض المواضيع المتعلقة بموضوع الذاكرة كموضوع النسيان ومعينات الذاكرة. وفي النهاية أقدم لكم بعض المراجع المفيدة للبحث أكثر في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. رأينا في الدرس الماضي موضوع التعلم، تجدون رابط الفيديو أسفل في صندوق الوصف، وهناك صلة وثيقة بين موضوعنا اليوم موضوع الذاكرة وموضوع التعلم. فالمعلومات التي نكتسبها من خلال التعلم يتم اختزانها في الدماغ، بحيث تصنف بدقة وتوزع على أماكن مختلفة حتى يمكن استرجاعها بسرعة عند الحاجة إليها. وبالتالي فإن التذكر هو عملية استقبال المعلومات وترميزها وخزنها واستعادتها وقت الحاجة. تمر عملية التذكر بثلاث مراحل: مرحلة الترميز، مرحلة التخزين، ومرحلة الاسترجاع. ففي مرحلة الترميز لا يتم تسجيل المعلومات الواردة إلينا كالصوت والصورة كما هي، بل يتم تحويل هذه المعلومات الحسية إلى نوع من الشفرة أو الرمز الذي تقبله الذاكرة. أما مرحلة التخزين فهي عبارة عن حفظ المعلومات التي تم ترميزها في الذاكرة. هذا التخزين للمعلومات يمكن أن يكون لمجرد بضع ثواني فقط، كما يمكن أن يمتد طوال العمر. أما الاسترجاع فهي مرحلة سحب أو استرداد المعلومات من المخزن عند الحاجة إليها. ويمكن لعملية التذكر أن تفشل عند مرحلة أو أكثر من هذه المراحل الثلاث. هناك ثلاث أنواع من الذاكرة كما أوضحت في بداية الفيديو: الذاكرة الحسية، الذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويلة المدى. يقوم العالم من حولنا بتزويدنا بآلاف المثيرات الحسية، ويتم استقبال هذه المعلومات البيئية من خلال الحواس المختلفة التي تحتفظ بها في مسجلات حسية تعرف باسم الذاكرة الحسية. تخزن الذاكرة الحسية المعلومات لمدة قصيرة من الزمن، لا تتجاوز الثانية الواحدة بعد زوال المثير الحسي. ولا تقوم الذاكرة الحسية بأي معالجة معرفية لتلك المعلومات، بل تتركها للمرحلة الثانية التالية. في حالة ما إذا تدخلت عملية الانتباه لهذه المعلومات، فإن هذه المعلومات ستنتقل إلى الذاكرة قصيرة المدى. أما في حالة عدم الانتباه إليها أو التركيز عليها، فإنه يتم زوالها ونسيانها. فكثيرا ما تكتشف موقعا ما في الجامعة مثلا وكأنك تراه للمرة الأولى، مع العلم أن هذا المكان هو الذي في طريقك اليومي للكلية الذي تدرس فيها، ولا يعقل أنك لم تره من قبل. إذن الحقيقة هنا أن الإحساس البصري بالمكان قد حدث فعلا من قبل ولمرات عديدة، ولكن الذي لم يحدث من قبل هو الانتباه. فالانتباه أشعرك أنك ترى المكان لأول مرة، أي أنك قد عالجت خصائص المكان لأول مرة. تستقبل الذاكرة قصيرة المدى معلوماتها إما من الذاكرة الحسية، وهي المعلومات التي تم الانتباه إليها، أو من خلال الذاكرة طويلة
المدى عندما تحتاج الذاكرة قصيرة المدى إلى معلومات إضافية وخبرات سابقة للقيام بعملية الترميز والتحليل للمعلومات الجديدة. سميت الذاكرة القصيرة بهذا الاسم لأنها تحتفظ بالمعلومات لفترة قصيرة لا تتجاوز 18 ثانية قبل استبدالها بمعلومات أخرى، وتسمى أيضا بالذاكرة العاملة لأنها الوحيدة التي تقوم بمعالجة معرفية بصورة مستمرة من ترميز وتحليل وتفسير. بل أصبح علماء النفس يستخدمون مفهوم الذاكرة العاملة كمفهوم بديل للذاكرة قصيرة المدى لأنه يعطيها معنى أدق. إذا مرت 18 ثانية على وصول المعلومات للذاكرة قصيرة المدى ولم تتم معالجتها أو تكرارها أو التدريب عليها، فإنه سيتم نسيانها. فإذا أمليت عليك رقم الهاتف لتسجله، فإنك ستتذكره لمدة قصيرة جدا ثم تنساه إذا لم تسجله مباشرة أو إذا لم تحاول تكراره وتثبيته. يمكن للذاكرة قصيرة المدى إبقاء المعلومات لفترة أطول من 18 ثانية إذا عمل الفرد على تكرارها أو تسميعها، وبالتالي يمكن زيادة سعتها ومدة معالجتها للمعلومات من خلال هذا التدريب. المعلومات الجديدة المختزنة في الذاكرة قصيرة المدى إما أن تنسى وإما أنها تبقى نشطة عن طريق التكرار، وبالتالي يحدث لها ترميز وتنتقل إلى الذاكرة طويلة المدى بحيث تودع وتصنف فيها. ويشبه ذلك وضع صنف جديد من السلع في الرف المناسب في مستودع السلع. الذاكرة طويلة المدى عبارة عن خزان يضم كما هائلا من المعلومات والخبرات التي اكتسبها الفرد عبر مراحل حياته المختلفة. ومن أمثلة المعلومات المختزنة في الذاكرة طويلة المدى ذكريات الطفولة، اسمك وتاريخ ميلادك، صفير القطار، طعم الخبز، رائحة البرتقال، أغاني الطفولة إلى آخره. وتقوم هذه الذاكرة بتخزين المعلومات التي يتم ممارستها ومعالجتها بشكل منفصل بحيث يتم تخزينها على شكل تمثيلات عقلية معينة. وتمتاز هذه الذاكرة بسعتها الهائلة على تخزين المعلومات، فهي تشبه المكتبة نظرا لطاقتها الكبيرة على تخزين المعلومات، والتي يستمر وجودها إلى فترة طويلة ربما يمتد طول فترة الحياة، حيث تشير بعض الدلائل العملية إلى أن المعلومات التي تدخل الذاكرة طويلة المدى تبقى موجودة إلى الأبد ولا تختفي. ولكن قد تتأثر مثل هذه الذاكرة بالتغيرات الفيزيائية والفيزيولوجية التي تحدث داخل الجسم، ولعل أبرز المشكلات التي تواجهها تلك التي ترتبط بعملية تنظيم المعلومات أثناء عملية التخزين، أو تلك التي تتعلق بعملية الاسترجاع. فعدم القدرة على استرجاع معلومات ما لا يعني بالضرورة عدم وجودها، وإنما هناك مشكلة في عملية الاسترجاع. أقسام الذاكرة طويلة المدى: قسم العلماء الذاكرة طويلة المدى إلى الذاكرة الإجرائية وذاكرة المعاني وذاكرة الأحداث. فالذاكرة الإجرائية تدور معلوماتها حول المهارات الأدائية التي تعلمها الفرد من خلال الممارسة والخبرة، أي كيف يقوم بأداء الأشياء بطريقة لا شعورية. ومثال ذلك المهارات التي تعلمتها ضمن لعبة كرة القدم والمراوغة، أو طريقة قيادة السيارة مثلا إلى آخره. أما ذاكرة المعاني فتمثل خلاصة معاني المعارف والحقائق والمعلومات عن العالم والطيور والأشجار وقوانين الهندسة ونظريات علم النفس إلى آخره. أما ذاكرة الأحداث فتحتوي على معلومات ذات صلة بالسيرة الذاتية للفرد وخبراته الماضية وفق تسلسل زمني ومكاني محدد. ومثال ذلك ذكريات الفرد حول امتحانات أو امتحان البكالوريا مثلا،
وما تبعه من إعلان النتائج وقبوله في الجامعة وتسجيله في تخصص معين. فسر بعض العلماء النسيان على أنه اختفاء للمعلومات من الذاكرة بحيث نصبح عاجزين عن التذكر. أما وجهة النظر الحديثة فتشير إلى أن المعلومات لا تختفي من الذاكرة، إلا أننا نفشل في استرجاعها أو التعرف عليها، ويعود ذلك إلى عدة أسباب كالفشل في عملية ترميز المعلومات، أو عدم الدقة في تخزين تلك المعلومات، أو انخفاض درجة الانتباه الذي يبديه الفرد خلال معالجة المعلومات. كذلك عوامل القلق والتوتر خلال المعالجة والاسترجاع يمكن أن تساهم في ضعف القدرة على التذكر. كما يرتبط مفهوم النسيان مع مفهوم الزمن، فكلما زادت المدة الزمنية بعد التعلم كلما زادت احتمالية النسيان. للإشارة هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير النسيان، من بين هذه النظريات نظرية الترك والضمور، ونظرية الفشل في الاسترجاع، ونظرية التداخل، ونظرية النسيان الناتج عن دافع، والتي لا يمكن شرحها في هذا الفيديو لعدم الإطالة عليكم. كما أن هناك ما يسمى بمعينات الذاكرة، وهي مجموعة استراتيجيات وإجراءات يلجأ إليها الفرد لتعينه على تعلم المعلومات وتذكرها لاحقاً على نحو فعال. لكن أرغب في ترك هذا الموضوع في فيديو خاص نتحدث فيه عن هذه الاستراتيجيات الهامة لتحسين الذاكرة. في نهاية الفيديو كما وعدتكم أترك لكم بعض المراجع للاطلاع أكثر على موضوع الذاكرة، بحيث يمكنكم البحث عنها وتحميلها مجانا عبر الإنترنت. نلتقي كالعادة في فيديو جديد مع موضوع آخر من المواضيع الشيقة لدروس مدخل إلى علم النفس. لذلك لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.